الاستراتيجية الحكومية المتبعة من أجل تقوية الاقتصاد الاجتماعي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضلوا سيدنا المحترم. يشكل الاقتصاد الاجتماعي قطاع أفقي متعدد المجالات، لكن هناك اتجاه نحو تفييئ وتضييق على هذا القطاع، حيث سيصبح كل قطاع عنده الاقتصاد الاجتماعي ديالو. لذلك تنتسألوا على مآل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي ومآل الخلاصات ديال المناظرة الوطنية الأولى، وأنتم تستعدون للمناظرة الوطنية الثانية. شكرا. جواب السيد الوزيرة. سيد الرئيس شكرا. سيدات والسادة النواب شكرا سيد النائب على هذا السؤال. اتفق معك، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عنده أهمية كبيرة في الاقتصاد ديال البلاد، وعرف واحد التطور كبير من بعد انطلاقه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه من طرف صاحب الجلاله في 2005. من هذاك الوقت الان العدد ديال التعاونيات اللي هما مكونات اساسيه ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضاعف 3 المرات، ولذا فقد تم العمل على تنفيذ مجموعه من الاوراش لتقويه هذا القطاع. وتعلق الامر اولا بالقيام باصدار قانون جديد للتعاونيات، الهدف منه هو تنظيم المؤسسات التعاونيه لتساير التحولات وتبسيط الاجراءات المسطريه للتاسيس وتقويه الوسائل التسيير والتدبير، حيث سيتم بمقتضى هذا القانون تحسين طرق الحكمه وتمكين التعاونيات من المشاركه مثلا في الصفقات العموميه. وتقوم الوزاره حاليا بقافله تحسيسيه للتعريف بهذا القانون. ثانيا اعطاء الانطلاقه لوضع وبلوره قانون اطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي هو مهم وهو الاساس، حيث تم توقيع اتفاقيه تعاون وشراكه مع منظمه الاغذيه والزراعه لايفاو في جوان 2015 من أجل إنجاز دراسة لبلورة وصياغة مشروع القانون. وسيتم التركيز فيه على نقطتين، الأولى تتعلق بالاعتماد على المكتسبات التي تم تحقيقها، والثانية تتعلق بالاستفادة. شكرا سيدة الوزيرة. شكرا. تعقيب السيد النائب المحترم. ولن تنسجلوا انخفاض كبير في الميزانية المخصصة للاقتصاد الاجتماعي، وكذلك انكماش في البنية الإدارية من كتابة الدولة، جوج ديال المديريات، مديرية ما عندهاش مدير أكثر من سنة. كذلك غياب رؤية حكومية ناظمة وكثرة المتدخلين بنفس الأنشطة وبنفس البرامج في كل المجالات المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي. وشنو هو المصير للمخططات الجهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي اللي صرفت فيه أموال باهظة وبقى الأمر موقفة الآن؟ كذلك في مجال التشريع اليوم تخصنا قانون إطار الاقتصاد الاجتماعي وقانون ديال التجاره المنصفه والقانون ديال التعاونيات اللي خصو المراسم التطبيقيه اللي غيمكن لها تواكبوا، راه باقي الان مجمد. كذلك تيخص يكون رؤيه فيما يتعلق بالقطاع التعاضدي. كذلك الجمعيات التنمويه الان تيخصها تدخل في الاهتمامات ديال الحكومه، التكوين المستمر لفائده الاطور والموظفين في هذا المجال، اولا التقليص ديال الفاعلين والموظفين العاملين في هذا القطاع. وكذلك التكوين ما تيستافدوش كل الموظفين من التكوين، وما كاينش واحد الامكانيه ديال المتابعه ديال القضايا المتعلقه بالاقتصاد الاجتماعي. لهذا هذا موضوع ماشي موضوع عادي وبسيط، هذا موضوع يرتبط بتوجهات وباستراتيجيه مع الاسف البرنامج الحكومي في واد والواقع في واد. وشكرا. شكرا. تعقيبات اضافيه.